السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وفي أفضل حال. لسه متفرج على مسلسل كده اسمه ريفو، مسلسل مصري يعني. للأسف مسلسل يعني مؤثر، أثر فيا جدا. مش عارف هل أنا أعمل الفيديو ده، مش عارف عملته ليه ومش عارف أنزله ولا لأ أصلا. بس اللي انا يعني بقوله لكم حاجة مختلفة عن محتوى القناة خالص. اللي بقوله لكم امسكوا في الناس اللي انتوا بتحبوهم جدا، واللي والده او والدته موجودين ربنا يديهم الصحة والعافية، ما يضيعش اي لحظة حلوة معاهم. انا والدتي للاسف يعني توفت ايام الكورونا، وكل الظروف ما قدرتش ان انا اودعها، او ما قدرتش ان انا احضر الجنازه بتاعتها. فبطلب من كل اللي يشوف الفيديو يدعي لوالدتي بالرحمه. هي اصلا القناه انا عملتها في الاول، يمكن أول مرة أقول الكلام ده. أنا عملت القناة دي وعملت كل اللي أنا عملته ده عشان الناس دايما تكون بترسلها الرحمات وتقرأ لها الفاتحة ويوصل لها إن أنا يعني مش عارف بيوصل لها ان انا يعني كنت بحبها قوي، وكان نفسي تبقى موجوده معايا. فكل اللي يشوف الفيديو يدعي لها بالرحمه ويقرا لها الفاتحه بس. السلام عليكم.